السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج منارات. شاعر من العراق تمتاز قصائده بعذوبة خاصة تفيض بالمشاعر والإبداع والإبهار، حاصل على دبلوم في علم النفس وموسيقى الأطفال، عمل مدرسا لعدة سنوات ثم مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. غادر العراق إلى تونس في مطلع التسعينيات وتنقل بعد ذلك بين عدة دول عربية حتى استقر أخيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة. عمل محررا صحفيا في عدة مجلات عربية في مصر والسعودية وأيضا الإمارات. تنقل بين سحر الكلمات من كتابة الشعر الغنائي إلى تأليف القصص والروايات وأيضا البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية وكتابة المقالات. له دواوين شعرية ومؤلفات كثيرة، منها ديوان للمطر وأم الضفيرة، سالم يا عراق، الخنجر الذهبي، كتاب أغاني وحكايات، حكايات بغدادية. هو عضو في جمعية المؤلفين وناشري الموسيقى العالمية وأيضا عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. معنا اليوم الشاعر كريم العراقي. هلا حياك الله شاعر. يا أهلا وسهلا. تفضل، الله يحفظك إن شاء الله. حياك الله ويانا شاعرنا الكبير كريم العراقي، ونبدأ معاك بهالرحلة الطويلة اللي عشتها في حياتك من العراق ثم إلى الأردن، تونس، مصر، لبنان، ثم بعد ذلك في النهاية إلى الإمارات. نحن سنعيش معك هذه الرحلة ونقترب أكثر من شخصية الشاعر كريم العراقي، وطبيعي سنبدأ معك من الشاكرية، من بغداد، من حكايات الجد الذي كنت تسمعها ثم تؤلف بقيتها إلى أصحابك. نبغيك في البداية تقولنا كلمة للشاكرية. والله أنا سعيد بهذا التقديم ست نجيبة، لأنه أنا ما أسعد الأديب أو الكاتب أو أي مبدع أنه يحس أنه متابع وحياته معروفة وخطواته معروفة، فهذا دليل أنه واحد وصل للآخرين. تستحق. شكرا. فالبداية، نعم، البداية كانت من الشاكرية، الطفولة، طفولة خصبة كانت، يعني احنا نحن لذاك الزمان القديم اللي كانت الحياة بعد فيها بساطة كثيرة، يعني جدي وحكايات جدي والبستان، هذا انطاني الكثير، منحني الكثير. فكانت القصيدة الشاكرية كتبتها متأخرا، رغم انه انا بطفولتي كتبت عن الشاكرية وانا صغير، وانا في عمر المدرسة الابتدائية 7 سنوات كتبت، بس مش بدأت كتابة. بالسبع سنوات ما أسمي شعر بقدر ما أردد بالإعلانات، أكتب عن أصدقائي، أصحابي، زملاء المدرسة. بس بمرور الأيام هذه المكان البسيط ما توقعت راح يبقى بذاكرتي للأبد، وكل ما أكبر وابتعد إلى بلد آخر تتعمق أرجع له بكثرة. فكتبت كثير عن الشاكرية، ليست فقط قصيدة، كتبت رواية اسمها الشاكرية وتكاد تكون أشبه بالسيرة الذاتية، ووزعت أيضا هنا في الإمارات ومعرض الكتاب في الشارقة وصداها جميل، والآن عندي الجزء الثاني من الرواية. أما القصيدة اللي طلبتيها الشاكرية، والواقع من القصائد اللي أنا ظالمها لأنه ما حافظها، أنا عادة أفضل القصائد اللي يكون حافظها. أنت تحفظ القصائد بشكل يعني عدد كبير منها، فتنظلم قصائد أخرى ما حافظها. الشاكرية: المدينة التي ولدت فيها بنيت من الطين والخشب، كانت تقع في كرادة مريم في حضن بغداد، لم يبقى منها اليوم إلا اسمها. أين ذاك الحب؟ أين ذاك الحب؟ يا حب الصبا يا شاكرية، أين دجلتنا وشطآن الليالي الشاعرية والبساتين التي كانت ملاذا لطيور البشرية؟ أين أهل الدار والدار التي علمتنا الحب قبل الأبجدية؟ أين أهل الدار والدار التي علمتنا الحب قبل الأبجدية؟ أين هو جدي وأين سيفه؟ ما تزال الخيل تصهل يا عطية. أين قيثاراتنا يا جدتي؟ أين موسيقى العراق السومرية؟ أين مدرستي وأصحاب القدامى وشهادات نجاح المدرسية؟ أين دجلتنا التي منها ارتوينا ورضعنا الصبر من أم نقية، ومراكبنا التي من ورق صنعناها
ومراكبنا التي من ورق قد صنعناها بحب وروية، يا ترى من وصلت لحظة لقطة الطفولة بساطتنا نسوي مراكب من ورق على نهر دجلة. فتخيلت أصحابي وأسماءهم، كل واحد يكتب اسم ويفوز اللي مركبة ما يغرق. هاي الطفولة وهذا النبوءة كأنما نبوءة لغرق كبير جاينا. ومراكبنا التي من ورق قد صنعناها بحب وروية، يا ترى من وصلت من غرقت؟ في أمان الله يا أسماء صحبتنا الهنية، أين سعدية؟ هل تذكر دمعي عندما ضبط يديها في يدي؟ أين بيت الطين والتنور والعيد ورائحة المناديل الزكية؟ أين شارعنا ومقهى يوسف وأنين المطرب المنكوب كروان الأسية؟ أين بلدتنا التي كانت منارا للشهامات ورأي الأكثرية؟ أين وحدتنا وقد كنا يدا حرة معطاء حازمة قوية؟ أين أمي وأخوتي؟ أين العراق؟ أين أحفاد الحضارات البهية؟ أين بغداد التي فيها ولدنا وبنيناها بروح عبقرية؟ هل نعانقها ونشرب دمعها قبل أن يحصدنا سيف المنية؟ صح لسانك شاعر كريم، حقيقة جسدت الطفولة والذكريات بشكل عميق جدا، إن شاء الله يا رب ترجع كل بلاد المسلمين حرة أبية بإذن الله. إن شاء الله، أمين يا رب. خد دبلوم في علم النفس وموسيقى أطفال. نعم. ودرست فترة كمعلم في مدرسة شو اسمها؟ الجبل الأخضر. الجبل الأخضر. أيه. وكانت بداياتك في كتابة أغاني للأطفال. نعم. بدايتي للأطفال أصلاً. أساساً نعم. وجنة جنة. جنة يا وطن، هذه أول أغنية لي، يعني عمرها الآن أكثر من 40 سنة. والجميع صار يرددها كل واحد على بلده. بلده نعم. انتشرت في الوطن العربي كله، وغنوها مع الفنان الأول اللي غناها رضا الخياط. كانت بالسبعينات، منتصف السبعينات، بالأسود والأبيض كانت التلفزيون. وغنوها مع فرقة جلالة وفرقة جزائرية، وبدأت الفرقة القومية عندنا مطربة قديمة راحلة اسمها سعاد عبد الله، صاحبة أغنية المسيجينة، كانت تغني جنة جنة في كل بلد عربي تروح به مع الفرقة القومية، وتغني باسم البلد اللي تحضره، تونس يا وطن، الأردن يا وطن. فلما سافرت بعد الثمانينات أو بالتسعينات شفت الأغنية الوطن العربي كله، بس في كل بلد تغنى باسم البلد. ما أهمية الأغنية الموجهة للأطفال؟ كيف تجسد فيه معاني جميلة من ولاء أو معاني الجمال بشكل عام؟ هذا السؤال مهم جدا. أنا ما كنت حاسب حساب أن أكون أكتب للكبار إطلاق. لما بديت أكتب أطفال، كتبت عن بيئتي، عن ما يحيطني. أول أغنية أو القصيدة أعتبرها، ما أعتبرها قصيدة إنما ترنيمة إذا أقدر أسميها، كتبت عن أدواتي المدرسية، المبرات والممحات والقلم، اللي عمر 7 إلى 8 سنوات. وانت عمرك 7 سنوات؟ أي. وحفظوها أصحابي. تذكرها؟ أي. أقول بها باللهجة العراقية، مقطاتي ومساحتي والقلم وفلوسي وتشفيتي والألم، هالألم جوع آخر درس نأشر على بطننا. فنرددها ونحن نضرب على جنطنا، قسم ما عندنا جنط، بأكياس، شالي أكياس قماش وكذا. فظلت هذه تتردد، فلما حسيت نجحت بين أصحابي بدأت أكتب أشياء أخرى عنهم، عن شخصياتهم. هنا لما كتبت كنت أكتب وأنا صادق مع نفسي، ما أفتعل، أغرف من البيئة. ولما كتبت أول أغاني الأطفال اللي هي جنة جنة، كنت للأطفال كنت كاتبها، يا شميسة شوية شوية، ويعرفون خالة الخياطة أعتقد، يا خالة يا الخياطة ما شاء الله عليك. هذا ولي بالسبعينات، 71 72، واشتهروا في العراق شهرة كبيرة، طفل يكتب للأطفال. صحيح. ولا كنت معروف، وإنما أخذتهم كتبتهم بمظروف صغير، بورق وعلى مظروف صغير، وخليتهم استعلامات الإذاعة والتلفزيون بالصالحية في بغداد. ورا شهرين أنا جالس مع أصحابي بالمقهى ونشوف المفاجأة بالتلفزيون، تطلع الأغاني، خاصة أغنية يا شميسة، داير ما داير غطينا، يا شميسة تصغير للشمس، يا شميسة شوية شوية شما نلعب نلعب خلينا، يا شميسة شوية شوية مرطير الصبحية وسلم، أهلا 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 بيك، قال لي صباح الخير وسلم، أهلا 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 بيك، وصلني البيت وقدم لي مهرة وثوبين وشفية، ألف مبارك يا حرية. جميل. إذن هم لحنوها وغنوها بدون ما يرجعون لك وتتفاجأت فيها؟ طبعا، لأنه هو قسم برامج الأطفال. أنا اللي عرفت أنهم بالإذاعة عايزين أغاني وكلمات جديدة،
فعلى هذا الأساس كتبت العنوان وكتبت الأغنيتين اللي هما الشميزة ويا خالي الخياطة والحان الكبير الملحن الكبير خزع المهدي. ففوجئت لا ما تشوف الضجة اللي صارت بمحلتنا ما ردت يعني شوية ويغمى علي وأصحابي وحواليا كلهم وما مصدقين لي درجة قالوا هذا مو أنت أثبت لهم أنه أنا فعلا. وذكروا اسمك أنك تكت صاحب مكتوب الاسم كريم العراقي. جميل. أول مرة يطلع الاسم على الشاشة وكريم العراقي أصحابي أنا اختاريت الاسم فما زالوا يشكون أنه الموضوع العراقي هو صفة أي لاسم العراق أنا ما اختاريت عن عشيرة الاسم انتساب حتى ذكر مدرسي الله يذكره بالخير أستاذ حسن الشرع والله يرحمه إذا من سنوات البعيدة قال لي قلت له سميت نفسي كريم العراقي قال لي ابني هذا اسم كبير كبير يعني تحس اسم مؤسسة يقول البنك العراقي أو الفريق العراقي فلازم تكون يجب أن تكون جدير على مستوى هذا الاسم. جميل أستاذ. من الذي أخذ بيدك أستاذ كريم كما ذكرت كنت طفل وتكتب لمثل يعني للأطفال ولكن النقلة الأساسية الظهور للمجتمع كان من أين؟ طبعا كثيرين احنا دائما مجتمعنا أول ما نشأنا لما يسمعون حاجة جديدة حتى داخل البيت يصير ضحك وهذا بس يبقى الإرادة أن واحد يستمر بها. أنا ما في بيئة شعبية جدا ما فيها تشجيع على شيء يعني أنا مبادرتي شخصية أنا اللي في العيد أروح أخذ العيدية أشتري بها كتب كان الكتب البسيطة المستزئة من ألف ليلة وليلة بنيت نفسي بالبداية بناية شخصية قرأت بشكل غير معقول قرأت روايات بعمر مبكر وتنوعت بالقراءة لكن وبدأت أراسل كل شيء جربت الرسم الكاريكاتير وفشلت فيه جربت كل أنواع الأدب ما يعني ما كنت تبحث عن ماذا بهالتجربة يعني كتبت المقالة والشعر وحتى قدمت بعد ذلك برامج قدمت أفلام سينمائية طلعت لي في العراق ومسرح أربع مسرحيات لكن وجدت نفسك في النهاية في أي مجال ما يزال الشعر هو كل شيء حتى هذول هم عبارة عن شعر حتى داخل المسرح والسينما اللي أخذ النقلة الكبيرة في حياتي هاي الأغنيتين لما قدمتهم لما طلعوا الأغنيات في شاعر أيضا لأن اللي نذكره بالعراق نقول الراحل شاعر كبير اسمه أبو سرحان كان مسؤول قسم الأطفال وأستاذ خزع المهدي قال لي في كنت أنا عند باب المؤسسة لكن أنا ما معروف هو معروف فأجري وراء أمشي وراء بس أريد فرصة حتى أكلمه سلمت عليه وكل شوية صوتي يختفي ويرجع قلت له أستاذ عندي قصائد للأطفال قال لي شو اسمك قلت له فلان والله ما أنسى وقف يعني هاي الوقفة هي نقلة أنا ليش أنا بطبيعتي الآن يسموني كريم العراقي مجامل ما يعتمد على رأيه آخذ بأي موهبة لو كانت ربع موهبة اللي يسمعني قصيدة ويسمعني نتاج أهتم به اهتمام كبير لدرجة يقول أنت مجامل فوق اللازم ليش لأن أذكر إنه ما كل أمامي موهوب عشت هذا الشعور عشت هذا الشعور وشفت الاستهزاء وشفت لدرجة أغرق بعرقي من الخجل من ردة الفعل فبديت شيء معاكس أخذ بيد أي موهبة أي قدرة أحاول وأنا أعتقد أن هذا الواجب الأساسي لكل شاعر تميز ولمع نجمة أنه يأخذ بأيادي الأصوات الجديدة وحتى على مستوى غير الشعر مستوى الحياة كلها يعني واحد عنده موهبة فنية عنده يكون موهبة بالتصوير كرة القدم بالتشكيل صحيح. بأي حالة أما اللي سألتين عن اللي أخذ بيدي فكانت هاي التفاق وقفت أبو سرحان إليه وجلسنا في المقهى وطلعت المقاطع اللي بيها تغيير أعطانيها رجل أمين جدا يعني حتى ذاك نحن لذاك الجيل بأمانته قال لي التغييرات عندك هنا وهنا وهنا وأنا باركك ما توقعت فيك في هذا العمر هاي الوقفة الأولى الوقفة الثانية القصيدة اللي وقفت بها أمام الجماهير كان مهرجان شعري عراقي كبير وأنا أسأل عن شاعر كبير عندنا اسمه كاظم إسماعيل القاطع شاعر خطير يعني فرحت عرفت بيته ورحت واستقبلني سمعت قصيدتي الرجل من كثر إعجابه ومن كثر النبل اللي عنده قال لي انتظرني شوية أغير ملابسي غير طلع معي هذا بعمر كم؟ 13؟ لا أكثر لا أكثر أي بالعشرينات لا هاي بعد فترة بالعشرين بالضبط فأخذني إلى مقهى يلتقي فيها الشعراء عندنا مدينة شعبية مدينة الثورة وشفت الشعراء الكبار اللي أسمع فيهم شاكر السماوي عريان سيد خلاف وأسماء كبيرة فزدت رهبة قالوا جبت لكم الطفل المعجزة فهم يضحكون سمعتهم القصيدة
على طول رئيس المهرجان اللي هو الأستاذ الكبير شاكر السماوي كتب اسمي بالمهرجان. تذكر القصيدة الأساسية؟ قصيدة اسمها حصاد الديرة شعبية. أقول في مقدمتها: ألم الأرض يشعل أقدامنا، أدور عليك باللهجة العراقية الصرفة، كانت لهجتي شعبية صرفة، أدور عليك تايه طايح أقدامي، وصوت ها طويل البال روح مسايس عظامي، أغص بكلمة النجدة أومي أو حسي طبقت عليك آخ العطش يفرات، أنخب نخوة الضامي وبيك حرورة التابوت وأنا الشاه بعظامي. قصيدة مطولة وغريبة حتى أنا لما أرجع لها أشوف كيف. طيب كان بنفس الإلقاء أستاذ كريم اللي أنا تقوله أم كان إلقائك مختلف ذلك الوقت؟ إلقائي كان أقوى أعلى، بس بحكم الخبرة تعلمت الصعود والنزول واللقاء. حتى كثير أساتذة سألني، الفنان الكبير سامي عبد الحميد واللي مدرس فني للإلقاء قال لي: وين درست هذا الإلقاء بحيث صعود ونزول وسكون؟ ولا أبدا عفوي بداخلي، كان إلقائي أقوى، أقوى صوتا، لكن الخبرة علمتني أن أتحكم بالصعود والنزول بعد. كانت يعني فرصة جيبين أنك التقيت بهذا الشعراء. ما الذي يميز شعر كريم العراقي وجعل فعلا له اسمه على الساحة الفنية؟ تتعمد أمور معينة تبرزها في شعرك، مقاطع قصيرة؟ والله أنا أعتقد هو هذا السؤال ست نجيبة متروك للنقاد أو المتابعين، بس أنا في داخلي أعرف أنه أنا أمين جدا مع نفسي بالكتابة، شغلة غير مؤمن بها ما أكتبها. هل هناك من قلدك؟ قلد شعرك؟ اي كثير، مو على مستوى الاغاني كثير بيها. تزعل اذا حد قلد شعرك؟ والله احيانا، وبعدين اقول يعني هل اتذكر انه انا في بداياتي ايضا كنت اقلد اخرين واحنا نكمل بعض جيل ورا جيل. جميل. كانت تعجبك من القصائد اللي كانت تقلد اسلوبك ام تشعر انها هي ضعيفه في اماكن معينه؟ لا والله بصراحه ما اتالم، مو يعني اللي انا واحد بشر انا اكيد احس يعني. مثلا اجيب لك مثل من ايام عندي اغنيه لكاظم الساهر: إلى من كانت الأولى بحياتي، تحياتي لمن كانت الأولى بحياتي. ورا فترة طلعت أغنية: تحياتي لمن دمر حياتي. يعني أحس كان استنساخ ضعيف يعني، المفروض ما ليكون هالشكل. ما أعرف من الشاعر واعتذارنا إليه. يعني كان كثير عندي من الأغاني: ها حبيبي قلدت كثير، في أغاني أحيانا مطالحة كاملة. ومن شعراء قريبين عني. لكن ما تتواصل مع الشاعر وتتركه؟ أم في أمور معينة كانت حقوق مثلا فكرية؟ أعاتب والله أحيانا، وأحيانا الخجل يمنعني. مثلا عندي في أغنية غنتها شذا حسون مقطع كامل أنا مغني سعدون جابر كلماتي والحان بليغ حمدي اللي أريدك وين ما وين هذا اليوم أريدك، أريدك وين ما تكون هذا اليوم أريدك، مشت ناس وإجت ناس وأنا ناطر بريدك، لو تزرعني وياك لو تقطعني بيدك يا أبو دموع العزيزات أنا هلالك وعيدا. نزل المقطع كامل بأغنية شذا حسون بدون ما ينتسب لك هذا المقطع. يقول أنا ما أدري حافظ أحس بداخلي اعتبره من الموروث الشعبي اللي له ليس له صاحب. على أي حال البعض يدخل في هذا المدخل، وأنا بستخدم هذه الكلمات لأنها من الموروث الشعبي، والموروث الشعبي ليس له حقوق فكرية. لكن إذا كان صاحب الكلمات لا زال موجودا على قيد الحياة يحتاج إلى التثبت أيضا. التثبت لا هذا مختلف الآن، والموضوع طويل قدتنا إلى مهم جدا. يعني أنا لما أرد أنا أصلا بنيت جذوري على الفولكلور والموروث الشعبي. يعني أنا لما أخذت يا شميسة شوية شوية كانت الأطفال يقولون داير ما داير، بغداد لف الجقاير بغداد، بس أخذت كلمة داير ما داير. مثلا عندي أغنية شهيرة هي تتبغدد علينا وإحنا من بغداد، أخذتها من مثل. مثل المثل يقال في الشام، في مصر، في المغرب العربي كله، فلسطين يقول هذا يتبغدد، يعني شايف حاله. وكانت بغداد بعز تطورها بالعصر العباسي، يقول لك هذا يحسب نفسه من بغداد. واخذته من حكايه، يعني جرنا الى موضوع متى اخذته. كنا في مصر وكان صحفي يسال عمرو موسى الامين العام للجامعه العربيه السابق، كل قال اللي يسالني خلي يقول اسم الجريده او اسم المجله، يرفع ايده قال انا عبد الحميد الصايح من محطه البغداديه، قال نعم جاوبه. رجع له مره ثانيه قال عبد الحميد الصايح من البغداديه، قال له ما تتبغددش علينا. ايوه اخذت هاي الكلمه، وهذه المفروض مفردات تتردد. هنا انا اعتمد على التراث واضيف له شيء جديد، تتبغدد علينا واحنا من بغداد، العب غيرها يا حضره الاستاذ
غزال الرافدين يصيد ما ينصاد، والحب عاطفة وما هو غصب وعناد، لملمها الشباك وروح يا صياد يتتبغدد علينا وإحنا من بغداد. صحيح صح لسانك شاعرنا كريم. الشاعر الذي يقلد الشاعر الآخر هل تعتبره ضعف في هذا الشاعر؟ لا، أحيانا ما هو ضعف، أحيانا من أصعب ما يكون أصعب ما يكون أن الشاعر يلقي أسلوبه الخاص فيه. في شعراء ظلوا للآخر ما واجدين نفسهم تأثرا، يعني المتنبي يعني زعيم الشعر على مر العصور، في كثير يقلدون اسلوبه لكن ما يوصل للمتنبي واحد. فاللي يمشي على خطى اخر ما مستحيل يوصل، ما تكون له هويته الخاصه، ما تكون له هويته. بس احيانا الموهبه هذا حدها، يعني هي اللي الان لو تشوفي مثلا لما عندنا طبقات الشعراء، الشعراء طبقات، في فحول، في يعني لا يتكررون، وفي شعراء جيدين، وفي الالاف يكتبون ويعرفون الوزن والقافيه ويصلحون الاوزان أخطأنا، لكن هم ما عندهم روح الشاعر. الموهبة واضحة بالشعر، في ناس تكتب لكن بلا موهبة محدودة. الشاعر الراحل نزار قباني قال جملة لقد أبكيتني يا كريم. وهاي الجملة نقف عندها ونقول بماذا أبكيته يا كريم العراقي؟ كان شاعرنا الكبير نزار قباني يحب قصيدة عند مغنات غناها الفنان الكبير كاظم الساهر اللي هي موال الغربة. يا دنيانتي الحرمتيني من أهلي، وعشت بالغربة من غصبا علي، أدق يابا واسأل من عليكم، ضعف صبر وزماني خان بي، غريب وكل غريب يتذكر أهله، هلي خواني والدي والدتي، هلي تذكرون الصبح وانتم تفطرون، بعتها صورتي تتوسط البيت، ومكان اللي أحبه بعد موجود، حديقتنا بعدها محمل ورود، للمقهى القديمة وشاي والهيل، أبو ذياتنا موالاتنا أنا الناظم وللقبنج حنيت، وعتاباتنا بحضن دجلة بحضن دجلة الزوارق هاي مطوف، ونيران الشواطئ وسمك مسقوف، الله ينتقم منك يا أيام، هل الطيبين ضاعوا من لدي، بيش أعوفهم يا ربي، وأنا قلب الطفل قلبي من يجي براسي هواهم يحرق ثياب اللي علي، يحق له أضعف شو أسوي، الأرض مو أرضي، الناس مو ناسي، الجو مو جوي، يصير ذل نفسي أنا وأشكل عدوي، لا يا دنيا يا دنيا أنت الحرمتي من أهلي، وسكنت الغرب من غصبا علي. أستاذ نزار كان يحب هذه القصيدة وأرسل لي رسالة، أنا اعتبرتها وسام هذه الرسالة، خليتها مقدمة أحد دواويني اللي طبعتها في الإمارات سنة 2000. إن شاء الله نحن أستاذ كريم نستمر معك إن شاء الله في هذا الحوار ونكمل ذكرياتك مع الراحل نزار قباني، ولكن نتوقف عند هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نلقاكم بعد الفاصل. يعتبر الشاعر كريم العراقي من عمالقة الشعر الحديث، اشتهر بشعره الغنائي الرقيق وشحن قصائده بطاقة حداثية أثرت عميقا في مسار الأغنية العربية عامة والعراقية على وجه الخصوص. صاغ أبيات رائعة عن الأب والأم والصديق والوطن، وتعاون معه العديد من الفنانين العرب الذين عشقوا لونه الخاص في القصيدة الغنائية، أبرزهم كاظم الساهر والذي كون معه ثنائيا فنيا على مدار سنوات طويلة، يعتبر نفسه شخصا مجاملا جدا ولا يريد أن يغضب أحدا، يشجع الموهبة الحقيقية والصادقة والتي تريد أن توصل رسالتها إلى الآخرين. نعود إليك من جديد شاعرنا كريم العراقي، وتوقفنا قبل الفاصل عن حديثك عن الراحل نزار قباني والرسالة اللي أرسلها لك، واعتبرتها مثل الوسام. نعم، تنتقل هذه الرسالة في كل محطة من محطات حياتك. وين ما أسافر من بلد البلد، وين ما أعيش، ومسويها نسخ يعني لأنه ما هي سهلة أن شاعر تربينا عليه من طفولتنا ومثلنا الأعلى وبعدين تهز مشاعره وتوصل له، هذا نجاح أنه أنا وصلت بطريقتي بأسلوبي الشعبي الروحية هذا التسلسل. نزار قباني هزته أكثر لأنه شاعر كبير، ولأنه زوجته عراقية بلقيس زوجته الشهيدة، وكان عايش فترة في بغداد، فاتذكر المسميات، اتذكر النهر،
وتذكر السمك المسقوف وتذكر التفاصيل والرسالة بليغة جدا اللي أرسلها لي، وأنا ذكرتها في عدة أماكن وخليتها مقدمة الكتاب. يعني هي مباركة على أنه أنا أذكر وأثير وأحرك مشاعر شاعر كبير. أستاذ كريم، هل يوجد وفاء في الوسط الفني أم تغلب عليه المصالح؟ طبعا هو بحكم الزمن اللي تغير والأزمنة اللي تغيرت قل جدا الوفاء، والمصلحة هي اللي سادت والأنا كبرت، والوسط الفني والأدبي هو جزء من الحياة. يعني أكيد. يعني أنا ما أريد شخص شيء معين، لكنه للأسف الأنا والمصلحة والتمثيل الكبير وازدواجية بالشخصية يعني تخلي الواحد إيمانه يقل. شو المطلوب إذا من الفنان؟ هل يجاري هذا الجو؟ لا طبعا، أم يتميز بأخلاق معينة؟ هذا ينبع من تربيته. يعني كيف تربى الفنان؟ بعدين ما ممكن واحد يتغير بليلة وضعاها. حتى لو تعطي أمثلة بالوفاء كثيرة. يعني مثلا يمكن الكلمة تأثر. أنا أحيانا كثير أقول لك شو الفائدة، مرات أشوف مثلا ظروف العراق بلدي يحترق وأكتب قصائد وأصرخ ودموعي تنزل، بعدين أشوف ما سوت شيء. على قولت يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لكن لا، لازم أتمسك بالأمل. أنا مكتوب علي أنا أعيش، ومكتوب علي أنا أوصل. امشي بدائك ما مشى بك. وين أقدر أثر؟ وين أقدر أسوي؟ وشفت أدلة أمام عيوني، كتبت أغنية رياضية بسيطة في وسط ظروف العراق والاحتدام الحروب والتطاعن والقتل والانفجارات، وحدت الناس إلى حد ما بفخر. أقول كانت أي كلمات؟ كلمات شفت لاعب بالملاعب يلعب إيده على جرحة، هذا لاعبنا العراق ابن المآسي جاب فرحة، جيب الكاس جيبه، جيب الكاس جيبه، صارت انشودة غنوها الجماهير كلها على اختلاف طبقاتها. في علاقتك مع الفنان سعدون جابر كانت لك يعني عمل أعمال مع هذا الفنان. أمي يا أم الوفا. وأيضا أعتقد هلا بيك هلا، هلا بيك هلا، أو ما أرضى دمعه ويا الكحل، ما أرضى دمعه ويا الكحل، أول أغنية. نعم، أول أغنية سعد. وبعد هذا التعاون قال عنك بأني تفاجأت بمستوى كريم العراقي حين تعامل مع كاظم الساهر، كأنه يعني ينتقد أن كلماتك نزل مستواها مقابل ما كتبت في أمي يا أم الوفا. شو السبب؟ طبعا أنا أحترم رأي الفنان الكبير سعدون جابر اللي كان أيضا إلى مواقف جميلة معاي. فترة منعت أغنياتي من الإذاعة والتلفزيون بسبب اللجنة. كانوا لجنة بها شعراء أصابتهم الغيرة، بهذا العمر المبكر بدأت أني تطلع أغاني متتالية بالنجاح. مثلا نجحت عندي وراء الشميسة وجنة جنة، دار الزمان ودارة، أغنية شهيرة بالعراق، سيتها قبيان، ويهل عيوني حبيبي، ويهل أنوار عبد الوهاب، عمي أبو مركب فؤاد سالم، دمعة وكهل سعدون جابر، هلا بيك سعدون، عارف محسن، صلاة عبد الغفور، خسرتك يا حبيبي وتهانيني أيام. يعني انملت الساحة لأنه كنت متدفق وبعدني فتى صغير. فانمنعت بعض الأغاني، سعدون كان موقفه راقي جدا، قال اللي أغنية ترفضها اللجنة يأخذها للوزير مش للتلفزيون، فمؤمن فيها. لكن بعدين سعدون مرور الزمن، أنا إيدي مفتوحة للكل، ما عندي عقد مع مطرب معين. بعد سعدون جابر تعاونت مع صلاح عبد الغفور وشباب صغار، عادل عقلة كان لون جديد، لا تعتذر لا وأسميك المحبة، كان لهم جو بين الشباب الجيل الجديد. فسعدون لما أنا بديت أكتب لكاظم الساهر بديت أكتب بلغة أخرى، وأيضا أنا من حسن حظي رب ضارة نافعة بعد ظروف العراق السيئة، بدأت السفر من 91، بديت من الأردن إلى الإمارات إلى مصر، إلى التنوع اللي خلانا أزور البلدان العربية أضاف لي كثير. يعني لغة تغيرت. فسعدون جابر أنا كنت أكتب له باللغة اللي بها البناء السبعيني، يا أم يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من حب وفا، أو غريبة تصير ضدي وانت ودي بيها الفكرة بي. لما كتبت لك كاظم كتبت نزلت للبحر تشمس الحلوة، يا مدلل لا تدلع، اللغة اختلفت.
فكان إلى وجهة نظر لأنه الأجيال. نعم، أنت تحترم وجهة النظر أستاذ كريم، والمسألة مسألة تذوق، وفي نفس الوقت نبغي المصلحة في النهاية للمستمع والذائقة. طبعا كلما ذكرنا اسم كريم العراقي يذكر مع الفنان كاظم الساهر، أعتقد أكثر من 100 عمل الآن مع 135. نعم، هل أنت دائما مع أن يلتزم الفنان أو الكاتب الشعر مع الفنان هذا المستوى الطويل في الأعمال، أم التغيير يخدم الشاعر؟ اللي صار أحيانا هي تجربة مميزة يعني، لكنها اختلفت. مثلا تجارب عندنا الثنائية قليلة بالوطن العربي، لكن أسطع وأروع وأحسن مثال هو مثال الرحابنة وفيروس. صحيح. وهناك أحمد فؤاد نجم وشيخ إمام، في تجارب ثنائية ناجحة جدا. أنا تجربتي مع الفنان كاظم الساهر مختلفة يعني، من بدايته أنا تعاونت معه من مسلسل نادي إيش إجاه الناس من 86 بدأنا، والآن تمر 30 سنة ما شاء الله على أول أغنية أنا والفنان كاظم الساهر. وبدأت الرحلة، واللي خدمنا أكثر خروجنا مع بعض من العراق، والرحلة الطويلة استمرت. من الذي احتكر الآخر؟ أنت احتكرت كاظم أم كاظم الذي احتكر؟ والله أنا ما أحس في احتكار، ما احتكرنا بعض. وكاظم ناجح معي وبدوني، وأنا ناجح معه وبدونه. ما الذي وجدت في كاظم متميز به عن غيره من الفنانين؟ المغامرة. المغامرة يعني، أنا بعض النصوص مثلا، جيب مثال ساطع على هذا السؤال المهم، مثلا لما كتبت هد تكسر ما توقع، لأنه غريبة على الغناءنا العراق الرومانسي وحتى على طريقتنا بالكتابة. هد تكسر حطم دمر والعب على أعصابي، ثور وحول بيتي جهنم سمع كل أصحابي، يا بشر شي غيرك بيالغ حاجيك، شككتني بنفسي يا خيبتي بيك، صح إحنا داخل البيت بس كل من بهمه، شل بعبوديتك انت علي نقمة، شكاك مالك ثقة وبداخلك مهزوز، انا مو لعبة طفل وبغرفتك محجوز، والتضحية من طرف واحد ابد ما يجوز، هدد كسر حطم دمر، صار ضجة بهذه الأغنية حتى المنح. أغنية طبعا ثورية، هاي فيها ألف جسدي، سوت إن الهوائل حتى بدأت توث في إذاعات على أنه هذه مقصود بها سياسي، والعنف الداخلي انعكس على الشعراء. فكان مغامر، اختار كتبتها بأي ظروف؟ هل طلبت منك بهالصفة يعني؟ لا ما طلبت مني، وكتبتها أنا بداخلي نفسك. ثورة في الداخل يعني، كسر وحطم أي في حتى موضوع عائلي هو أصلا. نعم. يعني هو موضوع عائلي، بس اللي سمعه اللغة انعكست عليه. فكاظم ما يتردد أمام أي شيء جديد، مثلا موالي الغربة يعني، حضن دجلة الزوارق هاي مطوف، ونيران الشواطئ وسمك مزقوف، مسميات خطرة أن تنقال بالأغنية. كلمة سمك وحتى هي بالإتش العراقية الثقيلة، والشاي كيف ترك. فوقف أمامها كاظم يعني أحييه على هذه القدرة بحيث تناولها وإجا بيها تسلسل يعني. أنا أول الناس قبلت جبينة، وصلت للناس، وأنا خايف على المفردة يعني، تشوفي قلدت بمئات المواويل لليوم، لكن ظلت الروح الأساسية بهذا الموال اللي هز مشاعر ووجدان. نقف عند مغامرة، نقف عند الأغنية الشعبية. الآن نجد الكثير من الأغاني الشعبية، ونحن حقيقة لما ننظر إلى مصطلح الأغنية الشعبية طبيعي أنها بتجسد تراث وتاريخ وواقع نعيشه، ولكن لما ننظر إلى واقع الأغنية الشعبية الآن نجد البعض قد نزل من مستوى الأغنية الشعبية حتى أصبحت تخاطب الغرائز إن صح التعبير. نعم. وأصبح هناك في نوع من الإسفاف حتى بالصورة المعروضة. نعم. فسؤالي الآن، من المسؤول عن هذا المستوى اللي وصلت إليه بعض الأغاني الشعبية، بدون ذكر إلى من تنتمي هذه الأغنية، لأي بيئة أو لأي بلد؟ بالضبط. هل مسؤولية الشاعر أنه اضطر أن يتواجد في الساحة فيكتب أي شيء، مسؤولية القنوات اللي تبغي مثل هاي النوعية، أم كما دائما نقول الجمهور يريد ذلك؟ أيضا سؤال أهم من الأول. أصلا الوضع العام اللي احنا نعيشه هذا اولا، لانه هو دائما انعكاس للوضع اللي يصير. نعم. الاغنيه الشعبيه اكثر براءه وطراوه، الاغنيه الشعبيه اغنيه الحلوه دي قامت تعقد الفقريه، والديك فيها الديك وفيها العجين وفيها استعطيه وعده ملاليم، ويقول يا الله ويحمد الله على الملاليم اللي بجيبه. تدفع للقناعه، تدفع للحياه، تدفع للرزق، للحركه. الاغنيه الشعبيه اللي تكون ابنة الشعب. صحيح. أما هذه الأغنية
الفاضحة ولا يخجل أن يرددها حتى. ما يعني هو كيف يغني يسمحها يسمحها بين عائلته إذا كانت أو صوت أو صورة، والأمثلة عديدة. إحنا ما نقول دور من فيها يعني، لكنه دور الشاعر والإعلامي والفنان. أنا مستغرب في فنانين كبار وراسخين من شافوا نجاح كم أغنية من هذا النوع قلدوها، مو قلدوا يطلبون، راحوا على نفس الفئة وعلى نفس الإنتاج، هذا وين يروح؟ مشكلة. طيب إذا شو السبب أن الفنان مثل ما ذكرت شاعرنا أنه يكون على مستوى وصل ومع ذلك ينزل إلى هالمستوى؟ ينزل لأن قلة الوعي اللي عنده، يركض وراء النجاح وراء المال. لأن أعتقد أن مفهوم الرسالة الفنية عنده غير واضح، لأن الفن رسالة مهما كان. نعم. سواء كان شاعر، ملحن، مغني، كاتب، الرسالة اللي أعطيها هي الرسالة اللي تفيد وتبني وتضيف للمجتمع. نعم. أما إذا كانت رسالتي فقط الربح المادي فهي إشكالية. لا، أنا بالضبط كمالا لهذا رحت، نقول مثال في بغداد، زرت كثير محطات فضائية لما رجعت وقابلت في بعض الأماكن، أبدا ما قلت ضدهم، في مواهب طلعت حتى اللي كتبوا حشاكي أغاني سيئة، لكن في موهوبين شعراء رائعين، ملحنين، أصوات جميلة، لكنه أمام وراهم منتج جالس في مطبخ ويطبخ هاي الطبخات. نعم. وموزع عليهم بالنسب، فهاي الحركة هي الخطيرة. صحيح. فعلى دور الإعلام أن تفضح، أن نشير لها، أن نحدد من أكيد. بالتأكيد. هل ندمت على عمل قدمته إلى فنان وما ظهر بالصورة اللي أنت ترضى عليها؟ أي طبعا كثير. أنا مو كل أعمالي ناجحة، كثير أعمال ما توفقت فيها. هل بسبب اللحن أم بالصورة الكليب مثلا اللي ظهرت؟ بسبب اللحن وقسم الفنان ما إلى حضور، خافت كان. نعم. وأعمال ظليت بين نارين لا أقدر أتصرف فيها ولا أقدر. فنانين عراقيين وعرب. نبغي نسمع المستبدة. أقف عند هذه القصيدة وأنتظر المستبد أيضا. أجاوبك على المستبد ولا نقرأ القصيدة؟ تبتدي بالمستبد أحسن؟ المستبد ما حافظها وما ممكن أقولها لأنه طيب. في جديدة ما طلعت. نعم. فعلا نقف عند المستبدة. المستبدة قبل أن نبدأ ونسمع منك، هي قصيدة تبين مرأة وتنافس أخريات للفوز بقلب الرجل، صح؟ بالضبط. وهي ما كانت يعني كانت مراهنة، هي امرأة مغرورة وتريد تثبت الأنا العالية بأن تذل هذا الرجل اللي هو راح لها بكل صدق وتعلق فيها. نعم. في المقابل إذا نرجع على سؤالك الجزء الثاني للرجل، مثل ما أكو في مرأة مستبدة يوجد رجل مستبد أيضا. نعم. المستبدة قالت لكل الأصدقاء: هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، راهنتكم سيستدير كخاتم في أصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي، سترونه بيدي أضعف من ضعيف، سترونه ما بين أقدامي كأوراق الخريف. يا مستبدة الويل لي، يا مستبدة الويل لي من خنجر طعن المودة، الويل لي كم نمت مخدوعا على تلك المخدة، قسما بجرحي لن تري دمعا يسيل، سترين معنى الصبر في جسد النحيل، وتفرجي هذا المساء رقص الجميل، تلك التي أسميتها تاج النساء، أسفاه كانت ذات يوم في دمائي، تبا لعينيها حسبتهما سمائي، أنا خانني صدقي ودمرني وفائي، الويل لي الويل لي، ومددت كفي كي أصافح صدمتي، شكرا لجرح فيه كانت صحوتي، هذا الذي فعلته فيه حبيبتي ثمنا لإخلاصي لها ومحبتي، إني أعاني إني أموت إني حطام، حاشاك عمري أن أفكر بانتقام، إني لك قلب وحب واحترام، أحني لك رأسي بحب واحترام، أنت التي أسميتها تاج النساء، اقصي على قلبي ومزقه إن أساء، الويل لي الويل لي يا مستبدة. صح لسانك شاعرنا. انتقال الشاعر من مشاعر خوف، حب، شوق، قلق، توتر، كره إن صح التعبير، ألا يجعل الشاعر في توتر نفسي دائم، أم أن هذا التوتر هو يعطي شرارة الإبداع؟
اليوم الأسئلة كلها مهمة و تحتاج حلقات أعشقها والله بلا مجامل. طبعا أنا دافع ثمن هذا القلق، ولا مرة شفت نفسي طبيعي، الارتياح قليل جدا، هذا المتوثب ومتحفز دائما. يعني حتى أصدقائي لما يسألون عني، حتى عائلتي يحسوني مبالغ بكل شيء، مبالغ بالمشهد، مبالغ لما أشوف كرة قدم، مبالغ في انفعال، مبالغ فيه في كل انفعالات يحسوها مبالغ، أهتم في الحاجة قبل ما تصير بأيام. هذا التهيؤ الكبير لأي عمل أحيانا يصحيني من النوم. صحيح. هو هذا يخلي الواحد ما هو طبيعي سارح. ويا ما مريت بأمور، ضيعت باب البيت ضيعته بيتي. نعم. ويا ما صدمت من شهر كنت برأس الخيمة يافطة كبيرة ما شفتها وأنا سارح. تفكر بعمل، تفكر بحادثة، قضية عهيم، فكرك دائما مشغول. نعم. نحن مستمرين معك شاعرنا كريم العراقي، ولكن بتوقف عند الفاصل. مشاهدينا نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرة أخرى نعود إليك شاعر كريم العراقي، ونتحدث الآن عن جديد كريم العراقي، ما الذي يكتبه الآن؟ الجديد كثير والله، كان عندي رحلة أماسي شعرية بأربيل، لكن رجعت وأنا محمل بالمواضيع اللي تحبني، قصص الناس، منها موضوعة صغيرة قصيرة شكل موالاة اسمها الشرف والمال. اثنين أصدقاء التقوا ودار الحديث وطال، الأول اسمه الشرف والثاني اسمه المال. قال الشرف اعترف هذا زمان المال، الإيمان قلو الوفا، والحال أرد حال، وعباد رب البشر صاروا عبيد المال، يخربت كل شي حلو بسك بعد يا مال. المال مس الغضب وانتفض شن طاووس، أحلفك يا شرف بالشرف والناموس. قال لا أحلفك يا شرف بالشرف والناموس، أحلفك تعترف بالواقع الملموس، من يحترم آدمي لو ما بجيبه فلوس. المال بالمال تقدر تشتري الأصحاب والخلان والكرسي والجاه والألماس والنسوان، المال سطوة، المال سلطان، بالمال بالمال يا أهل المال بالمال انباعت دول وانذلت أوطان. الله. هذا من الأعمال الأخيرة. وفي حكاية شخص راحت حبيبته وصديقته اللي كان متعلق بها بالظروف الموصل مع النازحين كانوا، وضاعت منه، لكن يتحدث عنها بكل حب وكل يعني بعيدا عن هذا. كانت المرأة مالية عليه كل شيء، فكتبت حالته هو اللي يمر فيها. تجمع قصائدك أستاذ كريم في ديوان، هذه القصائد الجديدة مشروع ديوان جديد؟ جديدة بس تتناثر بين إيدي الآن، اللي قدرت أطبع 200 قصيدة منهم، والآن تحت الطبع الجزء الثاني. بس الشعبيات، المشكلة بالأغاني والشعبيات، أنا عندي كتاب دواوين كثيرة اسمه الأغاني وحكاياتها، طبعتها في الإمارات. إن شاء الله الجزء الثاني حيكون له دور قريبا، معرض الكتاب. شو كتبت للإمارات أستاذ كريم؟ كتبت للإمارات أول دخولنا الإمارات بالتسعينات، اللي هي مليون بوسة معي والشوق في ذاتي، مليون بوسة معي والشوق في ذاتي، بين أهلي بين أخوتي برض الإماراتي، وغناها الفنان كاظم الساهر. والكتابة اللي كتبتها عن قصائد الإمارات كثيرة، ولما كرمت الإمارات والشيخ محمد منتخبنا اللي فاز بكأس الشباب لآسيا، فكانت
مقدمتها دعاني سفيرنا نقدم شكر للإمارات وموقفها الكبير. فقلت بغداد اجت كلها الزعبيل تسلم على اللي ما نسانا، على طول طولك ورد إكليل يلي شغل قلبك أسانا، من البصرة والبيروت للنيل رادار عينك للحزانة، الشمس ما تبغى تواسيل بميعاتها تأدي الأمانة. صحيح لسانك شاعرنا كريم العراقي. سمعنا الآن شعر عن الإمارات بشكل عام، في شعر خاص للشارقة؟ أي الكثير طبعا، خلال دورات معارض الكتاب ومن القصائد اللي أفخر فيها أنا قصيدة الشارقة اللي نزلت في مع مجموعة شعراء كبار من شعرائنا العرب والشباب أيضا، في الشارقة في عيون الشعراء، طبع على أجزاء وترجم إلى عدة لغات. القصيدة مطولة، راح أذكر لك مطلعها وهي موجهة لسمو الشيخ السلطان القاسمي والحركة الأدبية الثقافية المسرحية اللي أذهلت العالم حقيقة يعني كفعل. بدايتها تقول: يا أيها الشيخ الجليل سلامي، برهان فعلك فوق كل كلامي، أطعمتها زاد المعارف صافيا، زاد العقول يفوق كل طعامي، يا أيها الشيخ الجليل سلامي. قصيدة مطولة وشيخ السلطان حفظها الله دائما منبر الثقافة ويدعو دائما للثقافة، وكل الفعاليات اللي موجودة في إمارة الشارقة تؤكد هذا التوجه، وحقيقة يأخذ بيد الشاعر ويأخذ بيد الكاتب ويأخذ بيد الطفل، وهذا الأب الحالي فعلا، وروحة العربية القومية اللي عبرت حدود الإمارات وجعلت بيت الشعر فروع بيوت الشعر في عمان وفي في معظم بلداننا العربية. هذه الالتفاتة يعني الأديب يتمنى في هذا الزمن أن تكون عليه التفاتة، كان مسرحي أو تشكيلي أو ما الذي يحتاجه الشاعر في هذا الزمن؟ الشاعر يحتاج أن يقيم، يعني أن يقيم في حياته. أنا يقدر تقصد؟ يقدر يعني الشاعر هو موجود في حياته. يعني أنا مثلا سعيد بأنه حصلت قصيدة من قصائدي أصبحت طوابع بريدية العراق. حصلت قصيدة بغداد، نعم، أصبحت طوابع بريدية ولسه أنا محتفظ بنسخة منها، نعم، من هذه الطوابع. قلادة الإبداع حصلتها من مؤسسة الإعلام المستقل. عندي قصيدة اسمها الشاعر أقول فيها: أغرب أم أشرق أم أطير، فشعري والهموم هما السرير، وإن غنت جميع جميل شعري فإني ما أزال أنا الفقير، وآلافا من الأبيات أبني لها يأوي المعذب والفقير، وبيتي غيمة فإذا غفوت أطاح بغفوة المطر الغزير، فمن جبل إلى حقل لبحر، ومن خطر إلى خطر أسير، أنا السياب والحلاج عمي، وبشار بن برد أبي البصير، وما الشعراء إلا قلب أم لصرخة كل طفل يستدير، أناصر كل ذي قلب جريح، وأجهل ما يخط لي المصير، لو أن الشعر يتبعه ثراء بنا قبل الفرزدق أو جرير، ملأنا الأرض أزهارا وحبا، وفي أعماقنا هم كبير، ونقضي العمر نكرانا ونفيا، وبعد الموت أعلاما نصير. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر شاعرنا كريم العراقي. يبقى كلمات الشاعر وحتى بعد وفاته إن كانت مميزة وإن كانت تدعو إلى قيمة تبقى إن شاء الله في ذهن الأجيال وذهن أيضا التاريخ. أمنية حياتك التي دائما تتمناها؟ والله الأماني تختلف من مكان إلى مكان، يعني الآن تنازلنا عن كثير من الأماني، ويشاء القدر أن تشتق من الأماني كلمة الأمان. فالأمان الآن هو أمنيتي، الأمان لعالمنا بشكل عام ولوطننا ولبلدنا ولأنفسنا، وأماننا الداخلي هذا أهم حاجة. نختم بقصيدة: رعاك الله يا وطني رعاك، إلى أين التفت معي أراك، حبيبي بل صديقي
وابن أمي وعطر وسادة الأولى شذاك، دعونا الله فارتفعت سياجا صلاة الأمهات على ثراك. حزين مذ ولدت وما تزال، ومرسوم بأعيننا أساك. ويسألني الغريب عن احتراقي، وهل يوما سأجزع من هواك؟ أجابته الجراح على حياء، أمير الصبر يا وطني أراك. مريض غير أني لست أشفى على يد أي جراح سواك، فقير في بلادي غير أني غني النفس مملكتي علاك. وهل في الكون مشتاق كقلبي إلى نهريك يا روحي فداك؟ كنوز الأرض تعجز أن تساوي رغيف العز تحمله يداك. إذا ضاع العراق فلا حياة ولا شمس ولا قمر هناك. رعاك الله يا وطني رعاك. إلى أين التفت معي أراك. استمتعت كثيرا بالحوار معك شاعر كريم العراقي، وأنا سعيدة بكل هذه المشاعر والكلمات اللي ذكرتها في البرنامج، واتمنى لك التوفيق. شهادة، أنا استمتعت بالأسئلة المميزة، لأن كنت خايف أنا لا أكرر نفسي بكثير من الأمور. الله يعطيك العافية. فشكرا للأسئلة، وشكرا للروح والطاقة الإيجابية اللي أخذتها من منارات، وإن شاء الله منارات إلى ما لا نهاية. شكرا لك شاعرنا كريم العراقي. مشاهدينا الكرام، يبقى الشعر رسم بالألفاظ لنحكي به آمالنا وأحلامنا. شكرا لكم ومع السلامة.